معانا السمان. السمان ممكن زي الحمام زي الفراخ، بس لكن الفكره مطلوب مننا نعمل السمان مشوي ازاي. السمان اكله عزيزه شويه، هنعمله مشوي النهارده مع بطاطا بوريه. هنشوف نعمله ازاي بطريقه بسيطه وسهله. يعني معانا من السمان جوزين حلوين، ممكن يكونوا اربعه، ممكن يكونوا اتنين بس، ممكن يكونوا حسب عدد افراد الاسره. ومعانا بطاطس مسلوقه قبل كده وهرسينها معانا، بس هنضيف لها طبعا في ليفر جديد. ومعانا هريسه حلوه وبتوم وبصل وشويه بقدونس شويه روزماري عصير ليمون زيت زيتون. هي دي المقادير على الشاشه قدام حضراتكم، ازاي نشوي السمان او نشوي الحمام او نشوي الفراخ برضو بنفس الطريقه، هي نفسها. تعالوا مع بعض. الفليفر مطلوب جدا زي الروزماري او الزعتر الفريش، الحاجات دي دايما تحافظ عليها تكون موجوده عندك في المطبخ، وده مطلوب على فكره. حاجات بثلاثه تعريفه ولكن مهمه جدا. معانا بصلايه مفرومه ناعم بنحطها على الروزماري كده، جميل الحلو. والبصلايه بالميه بتاعتها على فكره، ما تعصرهاش، انا عايز الميه بتاعت البصل. ومعانا توم. اللي بيقول السمان زفر ما فيهوش زفاره خالص، ده بالعكس، السمان من الحاجات اللطيفه البريئه من الزفاره. اهم حاجه يتنضف كويس ويتغسل بس وخلاص. معلقه فلفله حلوه او هريسه حلوه اهي بالشكل ده كده، حلو قوي. شويه زيت زيتون وعصره ليمون، وما تكتريش توابل كتيره، دايما خليكي مع الزعتر والروزماري. ليه يا عم الشيف؟ عشان طعم السمان ما يتوهش بينا، يعني نستطعمه كده نعرف ان احنا بناكل سمان. الحمام سمان الحاجات ديت مش بتحتاج لتوابل كتيره، هو الملح والفلفل بس. ادي فلفل اسود وشويه ملح، والبساطه والسهوله اهم حاجه. الخلطه دي حلوه قوي، هنقلبها كلها مع بعضها كده اهو. زيت، فلفله حلوه، روزماري، شويه زعتر، بصلايه ناعمه، تومه ناعمه. شفت الخلطه دي؟ زي الفل يا عم الشيف. عصره ليمون للامانه كمان. الطريقه دي ممكن تستخدميها مع حمام مشوي، مع فراخ مشويه، مع سمان هشويه دلوقتي مع حضراتكم، مش هياخد وقت كبير. ممكن اقدمه مع رز بسمتي بالزعفران، ممكن اقدمه مع شويه بطاطس بوريه، ممكن اقدمه مع خضار سوتيه. والجمعه الاخيره بقى محتاجه ان احنا نعمل كنترول على المطبخ بتاعنا، وانا قلت الكلام ده امبارح. يعني ايه يا عم الشيف؟ يعني اخش المطبخ كده واسمي بسم الله، افتح الثلاجه واجيبها من فوق لتحت واعمل عمليه جرد للفريزر. هتلاقي بقى في حاجات في الفريزر داخله كده جوه ناسينها، شويه لحمه مفرومه، حته لحمه مش عارف كندوز، صدر فرخه، جوانح فراخ، الحاجات اللي انتوا عارفينها دي. طبعا انتوا ادرى بيها، دي مهمه جدا على فكره، ان انا اعمل عمليه جرد للفريزر بتاعنا علشان ندخل كده دي جوه، عشان ما نبداش نشتري حاجات ملهاش لازمه وطالعين اجازه العيد. وبالتاكيد العيد بيحب الخروجات وبيحب الزيارات وبيحب السفر، كل واحد عامل حسابه، فما نسيبش التلاجه فيها حاجات تبوظ. هتقولي لي هي شغاله التلاجه، طب وليه؟ طب انا ارجع بالسلامه ان شاء الله بعد ما اروق الدنيا في المطبخ كده قبل السفر، وابدا اشتري مشتريات جديده واخزن من جديد، مفيش مشكله. معاكي اسبوع اهوت هندب الامور كده في المطبخ بتاعك، وطلعي الحاجات كلها استخدميها وحطها في جمله مفيده. يعني ايه مغازي؟ يعني طلعي كل حاجه قدامك ودخلهم كده في اكله. حلو الكلام؟ ادي السمان مفتوح وجاهز ومغسول زي الفل، قلبه نضيف وابيض اهو. باخد الخلطه دي كده واحطها هنا كده، الله يتاكل وهو ني، يتأزأز وهو ني من ايدك يا مغازي. احطه كده واغذيه. حلو، خلصنا من التتبيله. نشيل ده كده ونشيل هنا ده ونخليه قدام عينينا. عايزين نعمل له بقى ايه؟ شويه كشنه. ايه الكشنه يا مغازي؟ حاجات كده محرمشه عشان نقدمها معاه، ولتكن زي بصل متقطع جوانح مع طماطم مع بقدونس مع سماء، حاجه لطيفه كده بيعملوها اخواننا الشوام ويقدموها مع عيش، بتبقى لطيفه قوي. يعني هم شويه السمان عندنا، ولكن طريقه التقديم مهمه جدا. بصل وطماطم، بقدونس ناعم، عصره ليمون، زيت زيتون، شويه سماء. حلو، ونشوف هنعملها مع بعض ازاي. انا بحبها انا شخصيا كده لما بتتقدم وتتشوي مع الفراخ او الحمام. ادي البصل معانا زي الفل، قطع كده جوانح بالشكل ده كده، والبصلايه تبقى في ايدك زي الفل بالشكل ده كده.
نفس القصة. ناخد ده كمان معانا. هنتبلها بزيت زيتون، شوية ملح، شوية عصير ليمون، شوية بقدونس زي ما هي كده، وفي بولة صغيرة كده. دي مطلوبة على فكرة، ودي اللي هتخليكي تاكلي السمان كله. ادي البصل هنا، اللهم صل على النبي. ونحط عليه فص ثوم حلو كده، ونحط عليه شوية بقدونس ناعمين. ده على البصلاية المتقطعة جوانح. حلو الكلام، ركزي معايا. شوية الملح التمام، شوية الفلفل الأسود التمام. السماء ده أساسي، أهو ده سماء، أهو بتاع الفتوش. حلو، عشان البصلية تلمع معايا بنحط عليها شوية زيت، وأكسري من الزيت مفيش مشكلة. حلو أوي، وكمان معلقة فلفلة حلوة، بلاش معجون الطماطم، إخواننا الشوام بيحطوا معجون طماطم بلاشوا، عصرة ليمون. وأمسك الخليط ده عم بشيب بإيدي كده، إيه أقلب. خلي بالك هي البصلاية دي أهي أهي أهي، شفت بقى الخلطة دي؟ هي دي أهي. تاني، بصل جوانح أو شرايح أو سلايز، دي مصطلحات طهوية مالكيش دعوة بيها، المهم تقطعيها زي ما أنا قطعتها. بقدونس مفروم ناعم، نعناع أخضر، حلو؟ معلقة فلفلة حلوة، بلاش معجون الطماطم عشان ما يعملش حرقان على صدرنا، حلو الكلام؟ أهو. وعصير ليمون وزيت زيتون وملح وفلفل وسماق. شفت البصلية إزاي؟ خليها على جنب. السمان جاهز. الجريلا بتاعتي سخنة. باخد السمان ده كده وابدا اشويه كده بالشكل ده كده، اللهم صل على النبي. الله، هي الزهره والجريل على قد اربع سمانات، حلوه قوي زي الفل. تسلم ايدك يا شيف. حلو، هنعمل ايه يا عم الشيف؟ شويه ميه كده من عندنا بنحطهم هنا كده على الخلطة دي. حلو قوي، ناخد كده، شفتوا الخلطة دي كده؟ هي دي يا عم الشيف، هو ده السمان كده في قلب الكسرولة. هناخد مع بعض قبل الفاصل بتاعنا السمان الحلو ده كده في درجة حرارة الفرن 180 عشان يوسع لنا الدنيا في الفرن. قصدي على الجريل أو على البوتاجاز. السمان جاهز اهوت، اللهم صل على النبي. تعالى يا غالي، إيه الحلاوة دي؟ إيه الجمال ده؟ ناخده كده، بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الفرن يا عم الشيف، بسم الله. بص على الحلاوة، بص على الحلاوة، وصلي على الحبيب قلبك يطيب. سمان مشوي في دقائق معدودة، حطيناه على الجريلا وبعدين دخلناه الفرن، وهنقفل الفرن مع بعض لمدة تقريبا 30 دقيقة. طيب، ونبص عليه كده قبل ما ينزل تحت، الله يرضى عليك. شوف السمان وحلاوته، ايه رأيك؟ تدفع كام؟ بص على الحلاوة، بالله عليك بص على الحلاوة، شوف الشقاوة، ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوة دي؟ لسه يخش النار، عايز شوية سوا، العب. هو ده، هندخله الفرن ونحطها هنا كده. الخلطة اللي كانت معانا من البداية، فاكرينها ولا ناسيين؟ بصل، بقدونس، سماق، كل ده مع بعضه يا عم الشيف، هنقلبه كويس. اللهم صل على النبي. على الجريلا وهي سخنة كده. طريقة، البصلة خدت البيول والجوسي بتاع السمان أو الحمام أو الفراخ، بالطعم ده كده، وناخد ده من ده كده. يا ويلي، هنسيب السمان وناكل الإيه؟ البصلة الحلوة دي كده. ولازم تكون الطاسة سخنة. طريقة جديدة دي. وحقوق الطبع لدينا وبس على شاشة القناة الأولى، اللهم صل على النبي. والبصل ده بقى مع العيش، عندك شويه رز بسمتي، حكايه واخده الفليفر والطعم، واخده الليمونه، واخده التوابل والسماق، ده حلو. شوف السبان في قلب الطبق بيضحك ازاي، مبسوط. شيل دي من هنا زي الفل.